بتشكيل مربعات امنيه بداخل نطاق مديريه امن القرظه الشاطي. تتكون هذه المربعات من اربع مربعات امنيه، المربع الاول مربع تمزاوى، المربع الثاني اجار او حي السلام، المربع الثالث محروقه، المربع الرابع القرظه. طبعا لفرض السيطره على الامن، فرض السيطره للامن وبسط الامن والمحافظه على الامن وتفتيش على المركبات الاليه واجراءات المركبات الاليه بالكامل، طبعا نزع الجزاز المعتم.